أهلا بكم مشاهدينا الكرام. كان طقس اليوم كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة ورعدية مع سحب عابرة بالوسط والجنوب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وأثناء ظهور السحب الرعدية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر كان مضطربا فشديد الاضطراب. أما درجة الحرارة لهذا اليوم كانت كالتالي: بالعاصمة 29 درجة، 27 درجة بنابل، 29 درجة بجندوبة، كذلك بصفاقس و34 درجة بتطاوين. التوقعات الجوية اليوم الثلاثاء: طقس مغيم على كامل البلاد وكثيف السحب ليلا بالشمال والمناطق الغربية، الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب سواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطربا. إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا: طقس بارد وكثيف السحب بأغلب البلدان مع عواصف رعدية وأمطار خفيفة بداية من تونس ونهاية بالمغرب. درجات الحرارة تكون بالقاهرة 35 درجة، 29 درجة ببنغازي، طرابلس 35 درجة، الجزائر 23 درجة، وكذلك بالدار البيضاء. أما في الشرق الأوسط وبقية البلدان العربية، الحرارة في ارتفاع طفيف بكافة بلدان الخليج مع تزايد السحب الكثيفة بمكة المكرمة والأمطار الغزيرة بالقدس وبيروت. درجة الحرارة تكون بالدوحة 40 درجة، 43 درجة بمكة المكرمة، 34 درجة بدمشق و29 درجة بالقدس. نمر إلى أوروبا. عواصف رعدية وأمطار غزيرة، هكذا تكون الأجواء بكافة بلدان القارة مع إمكانية تساقط بعض الثلوج أقصى الشمال. درجات الحرارة تكون ببوتابست 30 درجة، بروكسل 21 درجة، 24 درجة بفورسوفيا و13 درجة بموسكو. وصولاً إلى شمال أمريكا، بعض الأمطار الخفيفة شمال وسط القارة مع إمكانية تساقط بعض الثلوج الخفيفة بالكيبيك. درجات الحرارة ستسجل بواشنطن 28 درجة، 23 درجة بمونريال و25 درجة بسان فرانسيسكو. التوقعات الجوية الأيام الثلاثة القادمة بتونس: طقس كثيف السحب مع أمطار محلية بالشمال، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون قليل الاضطراب. أما درجات الحرارة يوم الثلاثاء ستكون بين 25 و 36 درجة، الأربعاء بين 28 و 35 درجة، والخميس بين 29 و 36 درجة. غدا الثلاثاء 20 من شهر سبتمبر يكون الشروق على الساعة 6:05 والغروب في الساعة 6:19. صورة الشروق أرسلها لنا خليل الخليفي من بنيم تير، وصورة الغروب تصلنا من قربس لأمل سميدة. أوقات الصلاة ليوم الغد تكون كالتالي: الصبح في الساعة 4:38، الظهر منتصف النهار 20 دقيقة، العصر في الساعة 3:41، المغرب في الساعة 6:21، والعشاء في الساعة 6:46. ننتظر تفاعلكم مشاهدينا عبر انستغرام التاسعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.